اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے شہر کے مشہور قاری استاذ القراء محترم جناب الحاج قاری محی الدین صاحب دامت برکاتہم جو استاذ ہیں جامعی مدرسہ مظہر العلوم نکٹ ٹوشا کے میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور قرآن مقدس کی تلاوت سے باقاعدہ اس جلسے کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك بك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.